من جذوع الشجر المرمية في الغاب وأنامل سحرية يحول خشبة إلى لوحة فنية تحمل صور شخصيات وطنية وتاريخية غادرتنا بأجسادها، لكن ما زالت خالدة في الذاكرة بأعمالها. عمي عبد العزيز بالعيدي ابن مدينة الأسود سوق هراس اتخذ من ورشة بدار الصناعات التقليدية مكانا لتجسيد إبداعاته. أنا عبد العزيز بالعيدي، بديت الفن تاعي مدة 7 سنوات. واحد النهار رايح للمدرسة تاعي صباح، أنا نلقى واحد الرسام قاعد يرسم، قاعد في الأرض وقاعد يرسم، وقاعد بديت نخزر معاه نمسك في الشرسم نكمل الرسمة تاعو. من نهار هذاك للساعة هذه والحمد لله تعلمت الرسم وتعلمت النحت وتعلمت نقش وتعلمت الخط العربي. لا يحتاج لأدوات معقدة أو حتى متطورة، بل يعتمد في عمله على أدوات بسيطة وأفكار ساحرة وأصابع تحول الفكرة إلى لوحة ملموسة في الواقع. نخدم في حوايج بسيطة اللي نعبر بها مع الشخصيات، أمير عبد القادر، الشيخ بوعمامة، فاطمة السمر، هذوما الشهداء اللي قدموا أدمهم التاريخ وأدمهم لازم نحتوهم ونخلوهم من أجيال الأجيال الأجيال، كما هما خلوا التاريخ للأجيال تاعنا احنا خلوا الأجيال الأخرى. سي رياض مدير الصناعة التقليدية، ونشكر مدير السياحة، هما اللي جبدوني من الظلمة. عمي عبد العزيز وجد من المسؤولين من يأخذ بيده ليكون سفيرا لبلاده بحرفته، وليكون قدوة للمبدعين المختبئين وراء جدران موصدة حتى يخرجوا بأعمالهم للعلن.